أود أن أقف على مسائل خفيفة، منها زيادة كلام على ما ذكره الشيخ حفظه الله تعالى، ومنها تأكيد على مسائل. الأولى تأكيد على مسألة زيارة القبور وتجديد الأحزان في العيد، لأنه الحقيقة المسألة دي مشاهدة، والمنظر ده منظر في كل مقبرة من المقابر، حتى في العاصمة هنا بتلقى المشهد ده مشهد واسع جدا، مشهد تجديد الأحزان إما في البيوت أو في المقابر وزيارة القبور نفسها. أولا يا أخواننا، العيد يوم من أيام الفرح زي ما قال الشيخ، والحزن في اليوم ده فيه أمرين. الأمر الأول مخالفة للشريعة، لأنه من شعائر الإسلام الفرح في يوم العيد. طيب انت لما يكون مات لك زول قبل شهرين او ثلاثة اشهر، وانت جاي بتجدد في العزاء في يوم العيد، لاحظ تجديد للعزاء في ايام العيد، الناس بدل يدخلوا يهنوا بالعيد ويباركوا ويصلوا الارحام ويفرحوا مع بعض، المشكلة وين؟ تجي داخل زي ما ذكر الشيخ، تلقى الناس لابسين اسود والحريم قاعدين وبيبكوا، والجاي من برا بيبكي معاهم. هل ده عيد ولا ده يوم بتاع عزاء جديد؟ ده عبارة عن تجديد للعزاء، ودي مخالفة للشريعة. المخالفة الثانية أو الأمر الثاني، الحزن والبكا ده ما برجع الزول المات ولا بينفعه. في زول رجع قبل كده بيكوا عليه يوم العيد، يا راجع ما برجع. طيب سؤال، هو بيستفيد شنو من البكا ده؟ ما هو ميت. نحن ايش اللي بنعلمه؟ الدعاء بينفعه ولا ما كده؟ الدعاء بينفعه ولا ما ينفعه؟ ينفع الدعاء. الصدقه عنه تنفع ولا لا؟ تنفع الصدقه. يعني بدل الناس يتلموا يقعدوا يبكوا، لو جمعوا مال من بعض وعملوا به صدقه جاريه، عملوا به زير في الشارع بتاع مويه، اي زول جه شرب منه، جه شربت منه طيره ولا حيوان، الاجر يمشي للانسان الميت. صدقه تنفع، دعاء، صله. انت مات ابوك، تمشي تصل رحم ابوك، وتصل اصدقاؤه في الدنيا زمان وقت كان حي، صحبانه، صحبان ابوك، امشي زورهم زي ما ابوك كان بيزورهم. هذه من الصله ومن البر اللي بيصل الوالد في قبره. لكن الناس يتلموا ايام العيد ويبكوا، اها ابونا المات استفاد شنو؟ ولا اي حاجه. هم استفادوا شنو؟ ما استفادوا اي شيء، لانه المصيبه اللي وقعت ما بترجع ثاني. ولذلك يا اخواننا، تجديد الاحزان والمصائب تجديدها في ايام العيد هذا من المنكرات ومن الذي يضر ولا ينفع. زيد على ذلك ما يفعل في القبور، الناس اللي بيمشي هناك المقابر، اولا زيارة النساء، اذا كانت امرأة تمشي المقبرة زيارة النساء محرمة للمقابر، بغض النظر عن انها هي مشت تدعو لأهل القبور ولا مشت تدعو أهل القبور ولا مشت تجدد الأحزان وتبكي عند قبر الميت لها. ايا كان الغرض من الزياره، زياره المراه للمقابر محرمه. النبي عليه الصلاه والسلام قال: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، وفي روايه لعن الله زائرات القبور. زوارات دي اللي بيزوروا كثير، قد يقصد منها كده. والروايه الثانيه لعن الله زائرات بس البزورا، عشان كده زيارة المقابر محرمة للمرأة مبدئيا، يعني مبدئيا محرمة. طيب لما تمشي، شوف الإشكالات اللي بتجي تاني. لما تمشي المرأة يتجدد عندها الحزن أكثر، مو زي زيارة الرجال للقبور، منا ما هو مشروع
لأن الرجل لما يزور القبور إما أن يدعو لأصحاب القبور يمشي يدعو لهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي البقيع مقابر الصحابة يدعو للموتى، ده هدف، ويتعظ الزول بيجيب بيتذكر إنه ده فلان الفلاني وفلان الفلاني ده يوم من الأيام كان صديقنا وكان شغال معانا في السوق وكان حي شديد ما شاء الله وبصحة وبعافية، أسا خلاص بقى من أهل الدار الآخرة، بتعظ الزول. لكن المرأة أول ما تزور القبور في الغالب لو زارت أولا بتجدد الحزن زيادة، تقعد تبكي وتكتح نفسها بالتراب، والليلة يا فلان ويا الشجرة مضل ويا الكتب السولينا ويا فلان وكنا إحنا راجينك وفقدناك وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر، وهجيبيو ما بيرجع لك تاني، تجدد الحزن على نفسها، وده ممنوع، ده ممنوع شرعا. زد على ذلك منكر أكبر وأفظع من ده كله، لما تمشي المرأة وتزور المقابر أو الراجل ذاته ويمشي يلقوا من بين القبور دي في قبر مبني لفوق عاملين عليه بنيان ومجصص بياض وفوق له في أنوار تولع وتطفي كويس، هيقول لك يا سلام الزول ده زول واصل، ده ولي صالح، بس ولي بالبنيان ده يعني تقسيمه لا بالبنيان، يعني لو صيني بانين عليه وبرضه بيقولوا صالح، لو كافر مس اي شيء بس بنوا عليه والناس بيقول لك يا سلام صالح، اها يعني شنو؟ قول صالح شنو يعني؟ طوالب يدعو بركاتك ودارين خيرك والولادات ها ومفلسين الايام دي ما عندنا حاجه الى اخره. شفت المشكله وين؟ دي اكبر من ده كله، كونه مرة زارت المقابر حرام لكن ده أكبر منها. شفت كيف؟ خطر ليه؟ لأنه يا أخواننا ده بيدخل في باب الشرك بالله، والشرك أعظم ذنب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ند أعمله كيف؟ أول ما سألت بتاع القبر يا فلان تلحقنا كده بقيت ند لله سبحانه وتعالى، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. عشان كده يا أخواننا التنبيه عندنا نمرة اثنين في تنبيهات القليلة إن شاء الله، ما يتعلق بزيارة القبور والمنكرات اللي بتحصل فيها من النياحة تحت الحريم ومن دعاء الموتى وإلى آخره. وصية القحطاني. لله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.